مساكم الله بالخير. اليوم في تقرير عن مكان جديد وجميل في البحرين. المكان اسمه حدائق بلازا، تجمع جديد حق مجموعة مطاعم وكافيهات جديدة ما صار لها 4 شهور. بداية بلبنون لاند على نمط برجر لاند، مطعم شامي جديد على وشك يفتح إن شاء الله. المطاعم الجديدة اللي راح تفتح مطعم جميل سي فود اسمه ذا آرك، سمعت كلام ان الشيف حقهم مرة متميز وان شاء الله نجربه لما يفتحون. يجي بعدها المحل بيتزا رهيب، استغل الاسم الراوند تيبل حق الابليكيشن ونزل شيء اسمه راوند تيبل بيتزا. واللي عجبني عندهم البيتزا الصغيرة على شكل التيركس، حركة ابداعية بسيطة بس تصلح للاطفال وجميلة جدا. وتكملة البلازا في كافي وان، وفي جوس بار عند كافي، وفي كذا محل حق سبا وحق صوالي. شفت عندهم بولينج آلي في الدور الثاني فوق، فبروح أشوف إيش سالفته. هو المحل من داخل MGS لاونج، بولينج لاونج، مكان جميل. طلع عندهم قهوة وعصاير وفل منيو. اكتشفت هالشي سألتهم عنه، قالوا هذا سيميليشن حق الفورمولا 1. المشروبات اللي حبينا نبتدي فيها هو المنت فيوري، هو نعناع بالكيوي سبيشال ميكس عندهم. عجبني عندهم احنا حصلنا الديتوكس وهو مشروب صحي ينقي الجسم في نفس الوقت منعش. عندهم سبيشال ميكس حتى حاطين فيه نبتة الكيل. صراحة هذه مرة بس واحدة شفتها في قطر، يكون مطعم وفي نفس الوقت بولينج لاونج جميل. المكان فيه 12 لين، يعتبر الأطول مساحة في البحرين، وصار لهم فاتح تقريبا 3-4 شهور بس. وكابيتايزر اخترنا الايجين تشيكن سالاد، ولقينا عندهم اخيرا بوراتا سالاد. البوراتا هي جبنة ايطالية قشرتها من الموتزاريلا وداخلها جبنة كريمية جدا جميلة، صايرة ترندي في العالم. هذه شدتني مكوناتها ميكس فيوجن مع آسيوي، وحبيت أجربها وبعطيكم الرأي فيها لما نخلص إن شاء الله. وش تتوقعون السلطة تحتوي؟ أفوكادو، إيدي بابي، نوعين خس، طماط، جبن، شيكن، إلا روعة المكونات. من البداية حسيت طعمه مختلف. سألتهم قالوا عندهم نفس الشركة، عندهم مزرعة دواجن ومزرعة خضار أورجانيك في نفس المنطقة. هذا خط جديد إن نفس المطعم يكون عندهم مزارع أورجانيك ودجاج طازج، أكيد بيضيف في المنيو. حبيت هالمكان، بين الأبيتايزر والمين كورس يمديك تأخذ لك شوية بولينج ستيب. طلبنا من الشيف يختار لنا طبق، واختارنا طبق الدجاج بالليمون صوص. وسبب الاختيار ان الدجاج من مزرعتهم، الروكا من مزرعتهم، البطاطس من مزرعتهم، وكل شيء ديلي جايهم، يعني ما في اكثر من كذا فرش. So basically we have the crusted bacon which is coming from Ireland. We are using the Irish beef with the mashed potatoes. وحبينا نجرب الايرش بيف، الناس كلها يستخدمون نيوزيلندي استرالي، ما حد جرب البيف الايرلندي، ان شاء الله نكون ممتع لهم. تقديمها جدا جميله، يقدمونها على الهوت ستون، هذه شفناها في الدوحه، اول مره اشوفها في البحرين. تحط البيف، هذه المتعه،
انه مو بس الاكل، طريقه اعداده وتقديمها لك. حط البيف على الهوت اوفن، هم يطبخونها هاف كوكت وانت على ذوقك قصها وتطبخها على راحتك، تخليها زياده. طريقه الكوكينج حقهم اللي يسمونها هوت ستور، جايه من بريطانيا، وهذا الايرش بيف اللي ودنا نجربه وتكون اول مره لنا. تحمست أجرب السيميوليتر، هذا يقولون جايبينه من دبي، وكأنك داخل فورمولا 1 بنفس الإحساس، وحتى السيارة قاعد تحمس. باقي عندي إني أصوره، بس شكلي كمان جينا أصور وأنا أجرب السيارة، لكن إن شاء الله إني أحاول أعطيكم تغطية أفضل من هذا. بدينا التغطية، السيارة جدا بس تصور الفورمولا 1. هذا هو التصوير فعلا زي الفورمولا 1 الطبيعية، لاحظين بالحالة كل الطاقة. هلا وانصحوني اجرب هذه الشوكليت فوندو، السبب انه اصلا يسوونها عندهم هنا، يعني قبل لا تطلبها بنص ساعة تبلغهم عشان يبدون يطبخون الشوكليت يحشونها ويحطونها بالفرن. هذا شيء جميل. حاب يشوف الفيديوهات اللي فاتت وبعض التجارب في أوروبا وفي أمريكا، يلقاها في حساب يوتيوب حقي تحت اسم سعودي فود، موجود في يوتيوب نفس السبيلينج حق السناب شات وحق الانستغرام نفس الاسم سعودي فود كريمز.